Ben vu que j'ai un TikTok, on me dit non, mon point. One minus four هتطلع negative three. That direction vector. وبالتالي هو موجود هنا في number A إذا الإجابة number A. مش محتاج نغير الإشارات ولا نعمل أي حاجة. تاني سؤال the direction cosine. كلمة direction cosine نفسها كلمة unit vector. أنا عايز أجيب unit vector. معنى إن أنا هجيب vector هو 200 برضه في number A واحدة. ده كده مش يونت لكن اقدر احوله يونت لما اقسم عن النورم بتاعه لو جبت نور من الاي بي إذا عشان أحول من فيكتور فأقسم كل ترم على صفر نيجاتيف 6 على كده طبعا اتفقنا إن إحنا نقدر نغير الإشارات لو ما لقيتش الإجابة دي موجودة ولقيتها بالبوستيف وهو ده فعلا موجود أنا أقدر أغير كل الإشارات وكأني ضربت في نيجاتيف 1 فالإجابة هتطلع من باب سي. السؤال اللي بعده سؤال نمبر 3 is the direction vector of a straight line negative 2 in the direction cosine هي نفس الفكرة لازم أحولها دون الفيكتور فلو عملت روت عشان أحول لماجنتيود هتبقى 4 بلس 6 هتطلع روت 6 إذا هتبقى root 56 لو جينا نشوفها الكالكوليتر هتطلع عبارة عن 2 root 14 فهتطلع الإجابة الإجابة لو ما جبتهاش ممكن أغير الإشارات وأخليها 1 كل الإشارات على الإجابة بتاعتي هلاقيها موجودة نمبر بي. السؤال اللي بعده نمبر 4 دايركشن كوزاين برضه معناها فيكتور 1 على سي 1 على سي if the direction cosine of a straight line and all the theta then C equal to لو جت direction cosine يبقى المفروض ده الماجنتيود يكون بتاعه 1 يعني لما اعمل 1 على C اللي فوق هتطلع بي سي واللي تحت هتطلع بي سي طبعا بس direction of vector of the straight line x y plus y 1 over
هنشوف الدايركشن اكس ناقص بيتا واي مضروبة ضد مضبوطة اكس كده طبعا على 1 تبقى الدايركشن مضروبة وبالتالي الإجابة هتكون دي. السؤال رقم 93 عايز الدايركشن فيكتور اكس نفس الفكرة ان الدايركشن اما لما ده يتكتب لوحده يعني الدايركشن بتاع الزد بقى زيرو الاكس مظبوطة بالسي والواي مظبوطة هتبقى بتو يعني سي وتو زيرو والإجابة تطلع نمبر. السؤال رقم 24 دايركشن فيكتور أول شيء لما الناحية الثانية نحاول إكس دي عبارة على 1 ودي بقى إكس مش مظبوطة فهقسم على 2 فتبقى إكس وهنا 3 وطبعا الزيت اللي مكتوب على 0 أو والواي جميلة تكون على 3 يبقى المفروض إن هما دول لو ما كانوش موجودين أنا أقدر أضغط في أي وقت ممكن أضغط مثلا في 6 لو ضغطت في 6 3 ودي هتبقى نيجاتيف 2 ودي هتبقى بزيرو فاللي زالت الإجابة السؤال اللي بعده 25 برضه عايز الدايركشن فيكتور اكس مش مظبوطة الواي مش مظبوطة هقسم على سي مش مظبوطة هذا رقم جاي في ستريت لاين بس السرو بوينت ستريت لاين معدي على رينج نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 اند هاز دايركشن يمكن الدايركشن وحطيت اربع اجابات المفروض ان الاربع اجابات في شكل الكارتيزيان شكل الكارتيزيان بنعمل كده بوينت فوق هتبقى بلس 1 هنا تبقى 0 هنا تبقى دايركشن 1 نيجاتيف 1 و 3 إذن الإجابة بتاعتي هتبقى نمبر دي. Equation في straight line passing the through point 1, 2, 3 and the parallel to straight line x minus 4 على 1 or 10 على 2 plus 10 الاكس مظبوطه الكوفيشن بوان الواي مظبوطه الكوفيشن بوان الزد مظبوطه الكوفيشن بوان يبقى نقدر نقول ان الدايركشن ايكوال 1 يبقى انا عايز اكتب شكل الايكويجن الايكويجن تعمل ثلاثة اكويجن البوينت اللي هو 1 و 2 و 3 والدايركشن 1 و 2 و 3 وبتبقى الاجابه بتاعتي نمبر سؤال نمبر 8 equation of straight line passing the through point direction AB عايز الإيكويجن يبقى أول إيكوال باخد أي بوينت في الاتنين وجات من الأولى plus constant t او t في الدايركشن وبالتالي الإجابة هتبقى من دايركشن. سؤال رقم 9 وجن في ستريت لاين باس ثرو تو بوينت برضه البوينت الأولى البوينت الثانية الريليشن اسمها اجيب الدايركشن اللي هو AB يبقى all equal equation أي بوينت في الاثنين
Voglio quindi 23 volte negative 1. Plus constant e direction negative 2. Ud è stesso un equivalente in of soil number E. I belli che avevano un po' E. Soil drop. 10. D. Check the resume. Resume di azimut kalan nariha. Itin point to all E. Uptua. أحاول بس أحط الاسم هكذا عشان أحاول أستوعب معايا X Y Z بالشكل ده ال Y ال X بتاعت التكملة بتاعت هنا اسمها Y dash في straight line هنا اسمها E D هتقف بالشكل ده دي بوينت دي بوينت دي البوينت A المفروض ان هي موجودة في الاكس واي بلين البوينت A المفروض وعلى الواي 3 هنزيد زيرو لو اتخرجت من الاوريجن امشي كده وامشي كده البوينت B امشي على الاكس اكسس المسافة دي ثم على الواي اكسس المسافة دي ثم على الزد اكسس المسافة مشيت على الاكس مشيت على الواي نيجاتيف 3 ومشيت على الـ 6 كده بقى معايا النقطتين عايز اجيب الـ equation فهجيب الـ direction الـ direction فهو ده الـ direction بتاعي هبتدي اكتب الـ equation المفروض ان انا بحط الـ point فوق البوينت بتاعته وليكن البوينت A 1 و 3 و 0 والدايركشن بتاعته 3 و نيجاتيف 6 و 6 اكس و ماينس 1 و 3 زي ما هي النيجاتيف اللي هنا ممكن اطلعها فوق فاعكس الاشاره ودي تعتبر زد على 6 الاقي الاجابه بتاعتي هي من ده سؤال رقم 11 الرسمة لو هتحرك لها من الأوريجن هم مشيت واي مشيت على واي مشيت على البوينت دي هتحرك كده وهتحرك كده اتحركت 1 على الإكس واتحركت 2 على الزد وما اتحركتش ده الدايركشن بتاعي هكتب الشكل بتاعي هتبقى بطول دوا على البنت دي اكس ماينس زيرو اللي هو اكس على parameter equation of the straight line
1 minus negative 1 is okay. Parametric equation, you can show the error, but I don't know. You can الإجابات اللي موجود ممكن نجرب البوينت الثانية بدل البوينت الأولى، يعني البوينت الأولى كده أنا مش لاقيها، فنجرب البوينت الثانية. البوينت الثانية اللي هي 1 و 0، فهتبقى إكس عبارة عن 1 بلس 2 كي، وواي عبارة عن 1. هذه الإجابة بتاعتي، هذه الإجابة دي موجودة عندي في نمبر Cartesian equation of a straight line with SR 13 دي الفيكتور equation، وهو عايز أحولها للCartesian equation. So number 13 دي الفيكتور 4 5 و 4 و 2. يبقى أنا أقدر أجيب direction، شو direction بتاعت 5 و 4 و 2. البوينت اللي عندي اللي هي بوينت إيه، يبقى أنا عايز أكتب parametric equation أو Cartesian equation. طيب يبقى هعمل ماينس، احط البوينت 10 و 3 و 9، واطلع احط الدايركشن 5 و 4 و 2، واحط الاختيار في الاكويجن، فهذا الاكويجن دي ماشية مع نمبر دي. سؤال رقم 14، فيكتور اكويجن اوف ستريت لاين يديني الكارتيزيان اكويجن، اكس ماينس 3 اوفر 2 equal to 1 over 5 equal to 3 over 4. عايز نحولها لفيكتور اكويجن عشان اجيب البوينت، لازم اظبط الاكس والواي والزد. الاكس مظبوطه، اكس ماينس 2 على طول، الواي هتكون على طول، فتتطور ماينس 4 و 2، الزد هتكون على سي، يبقى زد يعني أصبحت البوينت بتاعتي عكس الإشارة اللي هي شيء الأرقام اللي تحت 2 و 5 و 3. دي الإكويجن بتاعتي، المفروض أنا عايز أكتب الفيكتور إكويجن، يبقى 3 و 5 و 2 3، وبالتالي الإكويجن بتاعتي هتبقى من بعد. سؤال رقم 15، الإكويجن في ستريت لاين باس الصعوبين في نيجاتيف 2 and the meet equal angle. الإكويجن meet equal angle أما الميت بيكتور بتاعته هتبقى بس في نيجاتيف 1 بتاعتي 3 في الدرس الثاني في مكان. بالتالي اقدر احول الدايركشن عن طريق ان انا اضربه في اي رقم، فممكن اقول ان الدايركشن بتاعه 1 و 1. يبقى وانا بجيب الايكويجن الدايركشن اكس ماينس واي ماينس ماينس البوينت نيجاتيف 2 و 3 و 7 والدايركشن 1، يبقى الاجابه هتبقى اكس 7 وتطلع الاجابه من بعد. سؤال نمبر 16، الإكويجن في ستريت لاين باس الصعوبة بوينت
and make it angle نص الدايركشن بتاعي اي طرف كان ايكوال 1 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
طيب وتحت هحط الإيكوال بتاعتي اللي هي 1 1، مش موجود هنبتدي ندور في الإيكويشنز اللي موجودة على واحد في البوينت ده واحد في الدايركشن ده. الإجابة هتبقى طبعا نمبر بي، ليه؟ لأن الإجابة نمبر بي. دي ماينس واي إذا نيجاتيف 5 زد بلس 5 أوفر 5. لو أنا ظبطت الواي اللي هي مش مظبوطة إكس ماينس 2 أوفر 5 هضرب في نيجاتيف تبقى واي ماينس 3 أوفر 5 زد بلس 5 أوفر 5. فهلاقي إن البوينت اللي موجود بعد الإشارة نفس البوينت بتاعتي اللي موجود أخرى. الخمسة على بعض هما 5 5 5، وبالتالي بقى قسمت على 5 في نفس الدايركشن ده، إذا الإجابة نمبر بي. السؤال رقم 17، فيكتور إيه؟ perpendicular to straight line has the equation. عايز أعرف perpendicular على، طبعا هو perpendicular على ال دايركشن اللي هنضرب اكس يطلع لي زيرو. فانا كده اجيب كل الكوجن اجيب منها الدايركشن واضربها في دوت عشان يطلع زيرو، لانه عايز بيرفنديكولار. المفروض لما اضرب الايه دوت الدايركشن بتاعي يطلع زيرو. فالاجابه هتبقى نمبر دي، لان انا رحت اجيب الدايركشن في نمبر دي. نمبر دي اكس ماينس 1 2 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
هتكون مظبوطة زد ماينس 2 عشان أظبطها أوفر نيجاتيف 2، وبالتالي الدايركشن هيبقى إكس ونيجاتيف 2. لو ضربت A دي في D هضرب الأول في الأول تطلع نيجاتيف 2 بلس الثاني في الثاني 4 بلس الثالث في الثالث نيجاتيف 2 تطلع الإجابة 0 وتهم أوريجين دي 2. سؤال نمبر 18، the point line from the straight line عشان اجيب بوينت ممكن نعوض بالتي بأي رقم، أي رقم يطلع لي بوينت من بوينت. فلو أنا طلعت مثلا عوضت عن التي هنا 1، فلو عوضت عن التي 1 هتبقى 1 في تي تبقى 1 فروم 1 بلس 2 هتطلع 3، نيجاتيف 1 بلس 2 هتطلع 3 بلس نيجاتيف 1 هتطلع 2، إذا البوينت بتاعتي هتطلع 3 1 2. الإجابة نمبر سي. هي the measure of angle between two directions. One for the direction الأولانية. The direction is A. Angle that you will design theta, but the same direction both الأول في الأول. نوع من الأولين وكس نوع من الثاني نحسب الكلام ده كيف كده يتشاله هتبقى الإجابة في الآخر المفروض إن الإجابة في الآخر كله هتطلع السؤال رقم
السؤال رقم 33 تو ستريت لاين او بيلدينج نفس الفكره في الاولاني الدايركشن بتاعه straight line of building the pillar يبقى negative 2 plus 3k plus 0 وبيسأل 3k plus 2 make عايز الانجل مدين الدايركشن الاولاني الواي مكتوبة لوحدها فالواي بزيرو والاكس مظبوطة والزد بنيجاتيف صفر الدايركشن التاني لما اضرب عشان اجيب دي 2 تبقى 2 بلس 0 بلس 4 انا نرمي الاولاني هم عايزين انجل ما بين تو ستريت لاين
هنضرب الأول في الأول هيطلع بون، التاني في التاني هيطلع بون، التالت في التالت هيطلع زيرو، فبس بعد كده يكون زيرو، يعني ما بين يطلع يعني الإنجل يعني السؤال اللي بعده نمبر 39 measure of angle between two straight lines equals fixed على زي ايه؟ الدايركشن الاولاني المفروض هو ايه؟ هو 1 الدايركشن الثاني المفروض هو 1 ونيجاتيف 1 الدايركشن الاولاني 2 1 مش مفروض اتعب لان جيت 6 من غير الاشاره الدايركشن الثاني هو بيقول لي عايز ال K بلس ال M لو هما الاثنين بغير يعني المفروض لما نقسمهم على بعض يطلع نفس الاجابه على 6 انا عايز اجيب ال M the straight line L1 with the two arc parallel two straight line parallel نجيب الدايركشن الأولاني الدايركشن هو الأرقام اللي جنب الـT الأرقام اللي جنب الـT 1 1 ده coefficient of T1 الدايركشن الثاني المفروض إن هي equal 1 الدايركشن الثاني هيبقى إيه؟ جنب T2 و2 جنب T2 و B عشان يطلعوا بدل المفروض الريشيو يطلع إيكوال يعني 2 على إيه؟ 1 على 2 إيكوال 1 على B التاني يعني بقى إيكوال 4 و B بقى إيكوال 2 هو عايز الـ A بلس الـ B الـ A بلس الـ B إيكوال 6 السؤال اللي بعده 42 which of the following straight line passing this middle point عايز احدد الستريت لاين اللي بعد على البوينت دي and parallel to straight line طبعا بلدي لازم الدايركشن يبقى واحد او يبقى فيه كونسنتريشن بين التو دايركشن الدايركشن هنا المفروض يكتب 2 اللي هو بس عليه لو جينا نبص هنلاقي نمبر بي بتحقق الشروط دي نمبر بي مكتوبه فالدايركشن زي ما احنا شايفين البوينت بتاخد اللي فوق بعكس الاشاره فهتبقى نيجاتيف 2 اذا ده اللي بيحقق الشروط بتاعتي السؤال رقم 43 if the straight line ال1 وال2
ال intersection عايز يجيب ال m equal بكام؟ ال straight line الأولاني intersection مع ال straight line التاني وعايز يجيب ال m بكام؟ 1 و 2 سنين straight line الأولاني ال equal الدايركشن الثاني الـ R بتكون نيجاتيف 1 بلس T2 M و 2 نيجاتيف intersection نحول الأول لبارامتر X equal 1 بلس T1 Y equal 7 بلس 7 تاني x equal m t 2 y equal 2 بلس 2 0 minus t 2 هنسوي 2 من 3 هنسوي مثلا y بال y بالزد هتبقى 2 بلس هنسوي y equal 2 بلس 2 t 2 2 هتتشال مع 2 minus 2 t 2 ممكن نقسم على 2 تبقى t 1 minus t 2 0 او t 1 equal نسوي الزد بالزد 3 plus 3 t 1 equal negative t 2 نودي t 2 تبقى 3 t 1 plus t 2 equal negative 3 2 equation ممكن نخليهم بالتشويه طبعا نوت 5 1 وممكن بالتعويض بقى ممكن اشيل t 1 واعوض عن T2 بـ T1 بتبقى 3 T1 بـ T1 negative 3 يعني 4 T1 negative 3 يعني T1 equal negative 3 وبالتالي T2 equal معاها من T1 بتبقى T2 كمان equal negative 3 معاها المفروض مادام هما intersection كمان الـ X تطلع equal الـ X يعني 1 بس T1 تطلع equal negative 1 plus m t2 t1 اللي هي negative 3 على 4 يبقى 1 minus 3 على 4 equal negative 1 minus 3 على 4 m 1 minus 3 على 4 هتطلع equal negative 1 minus 3 على 4 m نعدل 1 الناحية الثانية تبقى 1 and the quarter اللي هي 5 على 4 equal negative 3 على 4 m يبقى الام هتطلع equal negative 5 على 3 الام هتطلع equal negative 5 على 3 ودي الإجابة بتاع السؤال 43 straight line are parallel الدايركشن الأولاني الإكس مظبوطة والواي مظبوطة والزد مظبوطة يبقى الدايركشن الأولاني 1 الدايركشن الثاني x1 مظبوطة و y مظبوطة و z مظبوطة الدايركشن الثاني 4 الدايركشن الثاني negative 2 x مظبوطة negative 2 و t plus 1 المفروض ال divided يطلع زيرو يعني زيرو على 2 plus 1 الدايركشن الأولاني الدايركشن الثاني في 7 طبعا هما متبادل لكن أنا عندي حاجة البوينت اللي في على الستريت لاين الأولاني اسمها 1 و 2 و 3 بعد 6 شهور وهي نفسها موجودة على الستريت لاين الثاني موجودة على الستريت لاين الأولاني وهي نفسها على الستريت لاين الثاني بوينت 1 و 2 و 3 موجودة على الستريت لاين التاني مادام في بوينت مشتركة يبقى لازم يبقى انترسكشن لأن ده السكيو فيه بوينت مشتركة ولا البارلل فيه
بوينت مش شرط، اذا الاجابه هتبقى انترسكشن عشان بوينت مش شرط. تو ستريت لاين اكس على 1 واي على 2 زد على 3 الدايركشن هنا شو سي كروسنج بسمو الاوريجن بوينت بتاعت الاوريجن بوينت. الناحيه الثانيه واي ماينس 2 على نيجاتيف 4 زد ماينس 3 على 6 الدايركشن الثاني نيجاتيف 2 4 و 6 ال 2 دايركشن 1 على نيجاتيف 2 على 6 مش ايكوال نيجاتيف 4 نيجاتيف 4 وبالتالي هما نوت متبرد يعني هيبقوا يا اما انترسكشن يا اما اسكيو. عايزين نشوف انترسكشن ولا اسكيو، هنجيب البارامتريك بتاع الستريت لاين الاولاني اكس ايكوال تي الستريت لاين الثاني تبقى اكس ايكوال نيجاتيف 2 كي بلس 1 حطيت كي في الاخر وضربت سيزو واي ايكوال نيجاتيف 4 كي بلس 2 زد كي بلس 3 هساوي اثنين ببعض هساوي الاول بالاول اكس باكس يعني تي هتبقى ايكوال نيجاتيف 1 كي ايكوال نيجاتيف 1 الاولاني هساوي الواي بالواي اوكي وبعد الناحيه الثانيه نقسم على 2 تبقى تي بلس 2 تي طبعا تعتبر نفس الايكويشن الاولانيه فهناخد الثالثه 3 تي ايكوال 4 تي هنعدي الناحيه الثانيه تبقى 3 تي ماينس 6 تي ايكوال 3 نقسم على 3 تبقى تي ماينس 2 تي ايكوال 1 دول الثلاثه ايكويشن باخد اتنين احلهم مع بعض وليكن دي ودي احلهم مع بعض واعوض شفتات لما هعمل ادنج هتبقى 2t equal 2 فالt هتطلع equal 1 الt هتطلع 1 لما اعوض في واحده من الاثنين الt هتطلع equal 0 يبقى انا حليت الواي مع الواي والزد مع الزد لو جيت عوضت في الاكس الt هنا هتطلع ب1 وهنا الاكس هتطلع ب1 يبقى الاجابتين هيطلعوا ايكوال يبقى هي حالة انترسكشن. طبعا الانترسكشن ممكن تيجي بطرق تانية، انا معايا هنا بوينت 0 0 0، هل ممكن اشوفها هل البوينت دي ساتسفاينج على الايكويشن دي؟ لو عطى اكس ب 0 هتطلع نيجاتيف 1 على 2 بهاف، لو قطعت عن واي ب 0 هتطلع نيجاتيف 2 على نيجاتيف 4 بهاف، لو قطعت عن زد ب 0 هتطلع نيجاتيف 3 على 6، يعني ايه اقدر ادور على بوينت تكون انترسكتد ما بينهم هما الاثنين يعني، لكن ماشي يعني طريقه الحل التقليديه تنفع تشتغل معايا. السؤال اللي بعده رقم 47 distance between point 4 5 and the straight line. The straight line هو كاتبه لي زد ماينس 5 على 2. نخلي بالنا ان الستريت لاين ده عليه بوينت بوينت 3 4 هي نفس البوينت اللي مديها لي، يعني البوينت دي اساسا المفروض انها موجوده على الستريت لاين وبالتالي الديستانس المفروض تبقى البوينت موجودة على الستريت لاين. السؤال اللي بعده نمبر 48 بوينت 0 الايكويشن بتاعته اكس ماينس 1 بلس 1 بلس 1 على 1 الستريت لاين ده اقدر اطلع منه دايركشن نيجاتيف 1 واقدر اطلع منه بوينت وليكن بوينت اسمها دي
زي ما قلنا قانون الديستانس ال equals AB cos B جوه او على موجود AB اللي هو بي ماينس A فلو عملت بي ماينس A هتاخد 1 اضرب cos او جي تي AB هو 2 1 نيجاتيف 2 cos D اللي هو 2 1 نيجاتيف 1 اضرب ال I تبقى نيجاتيف 1 بلس 2 G هتبقى نيجاتيف 2 بلس 4 هتطلع 2 هتبقى نيجاتيف 2 K هتطلع 2 ماينس 2 C هاخد نورم الكلام دوت نورم اللي طلع دوت نورم اللي طلع ده هيبقى روت 5 على نورم D نورم D هيبقى ايكوال روت 6 يبقى الإجابة هتطلع روت 5 على روت 6 إن أنا حطيناها على الكالكوليتر هتطلع روت 17 6 هذا هو 6 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 على نيجاتيف 2 البوينت اللي احنا بنسميها البوينت دي هتبقى 2 نيجاتيف 1 3 والدايركشن هتبقى الارقام اللي تحت تبقى 2 نيجاتيف 1 انت هتبقى نيجاتيف هنجيب الاي بي 1 نيجاتيف 1 هطلع اي بي دي هعمل جي 1 نيجاتيف 1 1 و دي هتطلع 2 نيجاتيف 1 و نيجاتيف 2 هتضغط تبقى 2 بلس 1 5 3 الجي هتبقى نيجاتيف 2 ماينس 1 نيجاتيف 2 هتبقى 4 الكي نيجاتيف 1 بلس 2 هتبقى 10 يبقى الانس هتبقى 9 بلس 6 هذا دي اللي هي بتطلع ب 3 يعني روت 26 على 3 ده كده الاجابه بتاعته. السؤال اللي بعده رقم 51 ستريت لاين بلد انا عايز الديستانس ما بين الديستانس ما بين من الستريت لاين الاولاني اخد بوينت البوينت اللي موجود على الستريت لاين الاولاني المفروض ان هي 2 نيجاتيف 1 و 0 بوينت ايه الستريت لاين التاني هاخد بوينت اللي هي البي 2 1 و 3 بعكس الاشاره وهاخد الدايركشن اللي هي الدايركشن دي 2 1 و 3 اجيب برضه الاي بي اللي هي بي ماينس اي نفس الفكره بس هنا كان البي في الستريت لاين من الاولاني هاخد بوينت ومن الثاني هشتغل بالستريت لاين عادي اي بي اللي هي بي ماينس اي هتطلع 0 و 2 و 3 اضرب اي في كي الاي هتبقى 6 ماينس 3 ب 3 نيجاتيف 6 هتطلع 6 الكي نيجاتيف 4 اطبق القانون يبقى روت 9 بلس 6 بلس 16 على الدي هتطلع روت 14 فوق دول هيطلعوا دي 52 على روت 14 الإجابة وبعد كده هشوف بقى الكلام دوت هيطلع بالديسيمال قد إيه لأن هو بيبقى له أبروكسيميتي روت 61 على روت 14 هتطلع تقريبا approximately 2.1 يبقى